أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه، خلق العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في البر والبحر ولا تسقط من ورقة ولا يابس إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فعال لما يريد قادر على ما يشاء، له الملك وله الغنى وله العز والبقاء، وله الحكم والقضاء وله الأسماء الحسنى، لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى، يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، موجود قبل الخلق ليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كن ولا بعد، ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان، ولا يشغله شأن عن شأن ولا يلحقه وهم، ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل في النفس ولا يتصور في الوهم، ولا يتكيف في العقل، لا تلحقه الأوهام والأفكار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما شاء الله.